السلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ اش كتعاودوا؟ نتمنى تكونوا كلكم على خير. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا البيني اللي تيجي زوين بزاف، وكنتمنى تجربوه ويعجبكم. البيني اللي غادي نعمروه بالكريمه ديال السيترون ديجا وجدتها انا وياكم، وراه عندي في القناه، ونخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف باش اللي ما شافتهاش ولا اللي ما عرفتهاش تاخذها. وكنتمنى تجربوه ويعجبكم، ويلا معايا وندوزو نشوفو داكشي اللي غنحتاجو ونوجدوها مع بعض. اش غادي نحتاجو هنا في هذا البيني؟ غادي نحتاجو 500 غرام ديال الدقيق الفورس ولا الدقيق الابيض، يكون النوعيه جيده، يكونوا مغربلين من قبل. غادي نحتاج هنا جوج معالق ديال الزبده تكون بدرجه الحراره ديال المطبخ. غادي نحتاجو هنا واحد معلقه كبيره ديال القشور ديال الليمون ولا ديال البرتقال اللي كاين اللي موجود نخدمو به، معلقه كبيره. غادي نحتاج هنا معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه ولا خميره ديال الخبز. وغادي نحتاج هنا كاس ونص ديال الحليب دافي، وغادي نحتاج هنا ثلاثه د المعالق كبار ديال العسل، اللي ما عندوش العسل غادي يعوضو بالسكر كلاصي. غادي نحتاج هنا ثلاثه ديال الصفر ديال البيض، وغادي نحتاج هنا جوج معالق ديال القشده الطاريه، وغادي نحتاج هنا واحد فاني وحده من فئه 7.5 غرام ولا 8 غرام ماشي مشكل. وعندي هنا خماره فئه 8 غرام، وعندي قبيصه الملح والحليب. راه تيبقى العجينه تيبقى الخليط على حسب الفورس، النوعيه ديال الفورس والنوعيه ديال الطحين عندنا كيفاش دايره. حنا الغرض عندنا العجينه تكون مطلوقه ولا تكون مرخوفه شويه، ما نخليوهاش قاصحه. العجينه ديال البيني كيف معروف عليها خصها تكون مرخوفه وتكون مدلوكه مزيان. انا غادي نشوف شحال غادي تهز ليا. انا المفروض كندير فيها كاس ونص، غادي نشوف الا هزت ليا كاس ونص راه مزيان، ما هزتش ليا هزت ليا قل ولا اكثر انا غادي نقول عليكم. ودابا غادي ندوزو باش نخلطو هادشي كامل. غادي ناخد هاد الطاوة ديال العجانة، غادي ندير الفورس، غادي ندير الخميرة، غادي ندير فوق منها العسل باش يتفاعل معها العسل وتخمر لينا. وغادي ندير هذيك معلقه كبيره ديال القشور الحامض، انا عندي هنا قشور الحامض. غادي ندير السكر فاني، غادي ندير خماره ولا بيكين باودر، غادي ندير قبيصه د الملح، غادي ندير الزبده جوج معالق كبار يكونوا من درجه الحراره ديال المطبخ، ما يكونوش جادينو من الثلاجه قاصحين، خصهم يكونوا مرخوفين. هنا غادي نزيدو جوج معالق ديال القشده الطاريه، وغادي نخلط هادشي مزيان، خصو يتخلط مزيان، وعاده نزيد ديك ساعات البيض والحليب شويه بشويه. نخلطو انا دابا هنا بيديا، وعاده نديرو في الماكينه باش يكمل العجينه. نزيد البيض من بعد، ونزيد داك نص الكاس ديال الحليب دافي. الحليب راه تنعبرو بكاس ديال العنبه، نزيد داك نص كاس ديال الحليب دافي، ونخلي الكاس الاخر نبقى نزيد فيه شويه بشويه حتى نحصل على القوام اللي بغيت انا. العجينه خاصها كيف قلت لكم تكون مرخوفه وتكون مدلوكه مزيان. ها هي دي، هذه دابا انايا بسبستها ولا دخلت فيها ديك الزبده، وداك نديروها في الماكينه ونخليوها تخلص شويه
ولا تدخل لينا ديك القشده وداك الزبده مزيان في الطحين وتخلط لينا مع الطحين. وعاده ديك الساعه نزيدوا البيض ونزيدوا داك نص كاس ديال الحليب، والكاس الاخر كنبقاو نزيدوا شويه بشويه حتى كنحصلوا على القوام اللي بغينا حنا. واللي بغى يعبر الطحين بالكاس راه عندنا 5 الكيسان ديال كاس العنبه. ودابا غادي ملي تخلطات مزيان غنزيدوا البيض وغنزيدوا هذاك نص كاس ديال الحليب دافي ونخليوها تخلط مزيان. صافي ونخليوها دابا تخلط مزيان في العجانه، والكاس الاخر راه كنبقاو نزيدو شويه بشويه. راه كنبقاو نزيدو الحليب شويه بشويه حتى نحصلو على القوام اللي بغينا. هاي ديك الشكل ديال العجينه ستكون مرخوفه. تدلك مزيان، المهم هو تدلك لينا العجينه مزيان. انا هزات ليا كاس ونص ديال الحليب. ها هي دي، ها هي راه دلكات مزيان، خصها تكون مرخوفه. غادي نديرها دابا هنا وغادي نخليها حتى تخمر، ما نخليوهاش تخمر بزاف. يلا التمجية طالعه صافي نكرسوها ولا نطلقوها ونقطعوها. هادي نغطي عليها ونديرها في واحد البلاصه دافيه ونخليها حتى تخمر شويه. يلا التمجيه خامره ونقرصوها هذيك الساعات. نغطيوها مزيان ونخليوها في واحد البلاصه دافيه حتى تطلع شويه ونقرصوها. الا كان الحال بارد فيوها مزيان، الا كان الحال سخون ماشي مشكل، راه كتحطيها وتخليها راه ثلث ساعه هكاك راه كتختم. وهاي دي بعد ما ضاعف الحجم ديالها خليتها واحد ربع ساعه مع الحال دافي دابا شويه، ما خصهاش تخمر بزاف بزاف. هاي دي دابا غادي ندوزو باش نقرصوها. دابا غادي نطلقوها، غادي نرشو شويه حيت هي مطلوقه شويه. دابا غادي نطلقوها ولكن ما نرقوهاش بزاف باش تجي باش يجيني لنا البيني زوين، ما خصناش نرقوها بزاف. صافي بركة عليها، خصها تكون ما نرقوهاش بزاف. دابا غادي نجيبو القطعة،
هذا معين لهذا صغير غادي نختم بهذا. والحجم راه نتوما اللي كتحكموا فيه قداش بغيتوا لي بيني ديالكم، واش كبار ولا صغار. دابا غادي نحيدو هاد العجينة، غادي نعاودو نطلقوها. وهادي نديرهم في الماط. بلا ما نكترو الطحين باش يجيو لينا زوينين وما يتحرقش لينا الطحين ملي نكونو كنقليوهم. نخليو هاكا ونبعدوهم هاكا ملي نحطوهم باش ما يخمروش ويلصقو لينا مع بعضياتهم. هادو دابا غادي نحطهم باش يخمروا. ها هو دا دابا غادي نغطيوه ونخليوه حتى يخمر. خصو يتغطى مزيان ويتحط في بلاصه دافيه باش يخمر لينا. وهاو هذا خمر، غادي ندوزو باش نطيبو. هاو هذا ضعف الحجم ديالو. دابا انا درت الزيت سخون، هاي هادي هاكم باش تشوفو. غادي تسخن الزيت، غادي نرميو البيني ديالنا، نقصو البوطا تماما، منجهدوش البوطا باش يطيبو لينا مزيان. كيتنفخ بلا ما نخويو عليه لا الزيت ولا حتى شي حاجه من الفوق. دابا غادي ندوزو باش نحيدوهم. بلا ما نخليهم يتحمروا بزاف حتى يتحرقوا. غير هاد اللوين هذا راه هكا راه زوين. نديرو في الطبسيله دوراق النشاف هذا باش يشرب لينا داك الزيت، ما يبقاوش شاربين الزيت. واخا هما راه ما تيشربوش الزيت نهائيا، راه تيجيو ناشفين. واخا تيتقلاو بالزيت راه تيجيو ناشفين من الزيت.
كيجي زوين زوين بزاف. نتمنى تجربوه، ولا جربتوه راه غيعجبكم، غتبقاو ديروه غير هو ان شاء الله. وندوزو مباشره ونديروا لهم السنيده قبل ما يبردوا باش تلصق لينا فيهم السنيده. وعاد هذيك الساعه ندوزو ونعمروهم. ها هما دو دابا غادي ندوزو باش نديروا لهم السنيده. غادي نديرو لهم السنيده ما حدهم وهما سخان. كلهم نديرو لهم السنيده بحال هكا. راه تيجيو خاوين من الداخل، ما تيجيوش كاع نهائيا عامرين. غادي نديرو دابا غادي نحلوها شويه شويه من هنا باش نقدروا نعمروها بالكريمه. شوف كيفاش دايره، كتكون هاكا خاويه من الداخل. هادي اش غادي ندير دابا؟ غادي نعمرها بالكريمه ديال السيترون ولا ديال الحامض اللي دي فيت وجدتها معكم عندي في القناه. دابا نخلي لكم لما شافش فاش طيبات، غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. ودابا غادي نعمر بحال هكا، هيا دي تجي زوينة في البيني بزاف. انا بعدا كتعجبني، كتجي غزالة. كنحلو فقط شوية ماشي بزاف، شوية نحلو بحال هكا باش نلقاو كيفاش ندخلو هذاك. هيا دي او كيفاش ندخلو هذا ونعمر. راه ملي كنبداو نعمرو راه كنحسو بها تقالت. هيا دي هذا هو الشكل النهائي ديال البيني ديالنا. كيجي زوين زوين بزاف. كنتمنى تجربوه ويعجبكم. ها هو دا كيفاش كيجي زوين بزاف. وكنتمنى تجربوه ويعجبكم، وراه غادي يعجبكم ان شاء الله.
غير جربوه. وبسلام عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو مقبل باذن الله. بسلام عليكم.